السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كي دايرين حبايبي؟ عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحيحه والهنا وبتيسير وكل المتمنيات ان شاء الله، وكل واحد ربي يحقق له الاماني ديالو. يلا حبايبي غادي نكمل معكم الحلوه ديالي ديال العيد. دابا غادي ندير معكم وردة الياسمين. للتذكير درت نفس البدايه ديال الفيديو السابق باش البنات اللي بغاو يمشيو يشوفوا الفيديو اللي قبل منه تقدروا تمشيو تشوفوه، راه فيه المقادير ودير كل شيء، لانني انا درت نص كيلو دلوز نص كيلو ديال الدقيق وخرجت منهم ثلاثه ديال الاشكال. يلا حبيبي نبداو. كيف العاده البنات، اللوز كنشدوه كنسلقوه كنقيوه كنخليوه كينشف شي شويه، كنطحنوه مع السكر، كنزيدو شويه ديال القرفه، او اللي ما بغاش القرفه كيدير الحامض، الليمون الحامض، المهم كل واحد كيعرف باش ينسمو. يعني هذه المساله العقده سهله. هانتوما البنات شديت داك اللوز طحنته مزيان حتى كيكون مطحون، يعني نقدو انني نشكلوه كيف ما بغينا حنايا. هانتوما البنات وزدت عليه معلقه كبيره ديال القرفه. للتذكير البنات هذه راه خديتها من الفيديو السابق، باش نذكر البنات كاين اللي ما غاديش تدخل الفيديو السابق غادي تدخل لهذا، يعني بلا ما تحتاج تمشي لاخر وبغات تاخذ الوصفه غير من هنايا ما تحتاج ترجع. درت معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي. صافي البنات وغادي نخليه جانبا ونبدا. هانتوما البنات هنايا نص كيلو ديال الدقيق وغادي ندير له جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي اللي غنشدهم غادي نغرب لهم. دائما للتذكير البنات راه نص كيلو ديال الدقيق ونص كيلو ديال اللوز درت بهم ثلاثة ديال الأشكال، يعني ماشي ضروري باش نديرو كيلو من كل شكل، بالعكس يعني غير شوية نخرجو منه شكيلات خفافين اللي نقدر نحطهم صباح العيد. غادي ندير جوج معالق كبار البنات ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ، وتقدروا البنات تزيدوا على حسب الدقيق، المهم خاص تكون مرمله بحال العجينه ديال الصابلي، يعني تكون ملي كنبرك عليها تكون كتلصق يعني مجموعه مزيان بالزبده. وغادي نجمع بماء الزهر فقط، ما غاديش ندير الماء، يعني غير ماء الزهر فقط باش غادي نجمع به. صافي البنات هانتوما كيف كتشوفوا العقده ديال اللوز جات في هذا اللون لانني درت السكر البني والعجينه ديالنا. صافي هي دي جمعتها. هنا البنات خديت شويه ديال العجينه، يعني جوج ديال الكويرات ديال العجينه، درت فيهم جوج الالوان. الالوان لكم الاختيار البنات، انا اختاريت هاد الالوان هادو الاحمر والاخضر، نتوما تقدروا تختاروا اي لون اللي بغيتوا اي لون اللي كتفضلوا باش غادي نستعملوا بهم، يعني خاص للديكور. وهاد العجينه هذه ديال راني خدمت بها الكاطو اللي قبل، وغنخدم بها هذا وغنخدم بها الكاطو اللي غيجي مور هذا. هنا البنات هانتوما كتشوفوا كنرش سطح العمل وغادي نسرح العجينه ديالي مزيان. تسرحوا لي طاحوا لي دوك الكويرات ديال الزواق ماشي مشكل. هانتوما البنات غادي نسرحها حتى تولي يعني نسرحها مزيان وتكون رقيقه. البنات دائما خصنا تكون العجينه رقيقه. هانتوما شايفين البنات هنا البنات انا قطعت كاغيت يعني كارتون، خديته انا غير الورق ديال الكارتون ديال الشاي، شفتوها الكارتون ديال الشاي قطعت منه مربع على الشكل اللي بغيت انا. تقدروا ديرهم صغار تقدروا ديرهم كبار تقدروا ديرهم متوسطين، داكشي كل واحد والقياس ديالو. علاش البنات درتهم هذا المربع هذا؟ باش يجوني نفس المربعات نفس القياس، يعني الا عندك انت شي حاجه واحده اخرى اللي كتقطع لك مربع قطعي بها، انا ما عنديش خليت كارتون وغادي نبقى كنعبر بها. غادي نقطع العجينه كلها مربعات هكذايا في نفس القياس. غادي نبدا لكم بالاولى، نخلي العجينه جانبا ونخدم لكم هذه باش تشوفوا.
كناخذ سكي البنات، كنجيو النصف ديال كل مربع وكنقطعو، ولكن الوسط البنات خليوه ما تقطعوش. شايفين البنات كنقطع غير الجنيبات بربعة، ولكن الوسط كنخليه. شفتوا البنات الوسط خصو يبقى لاصق، راه ساهل، خاصك غير انك تتبعي المراحل وكيجي غاطو غزال. كناخدو العقدة ديال اللوز اللي كنقطعوها كويرات على حسب القياس اللي عندنا، صافي كناخدو دوك الرؤوس ديال المربع كنجمعوهم. كنجمعوهم كلهم. الا شفتو العجينة ما كتلصق لكمش البنات، تقدروا ديروا شوية الماء او ماء الزهر، كتضغطوا هنا البنات مزيان ديك البلاصة اللي شادين هذا، وحتى هنا البنات كتضغطوا، كتجمعوا هذوك الجنيبات وكتضغطوا مزيان باش ملي ديروها في الفرن ما يتحلوش. هانتوما البنات راها ساهله، حتى البنيوتات الصغارين يقدوا يديروها، خاص غير يركزوا شويه بشويه وصافي. هانتوما البنات كتبركو مزيان باش ما تحلش. شوفوها كيف جات، شكيله غزاله. وطريقه سهله اي واحد يقدر يعني يديرها. كناخد العجين اللي عندي في الاحمر، غادي نسرحه، وكناخد طابع اللي ديال الوريضه، وكناخد شويه ديال الماء او ماء الزهر البنات، وكنفزك ديك البليصه شويه، وكنحط الورده ديالي باش تلصق. هانتوما البنات وكناخد حبيبه من هذوك الحلويات الصغيرين اللي كنزوقو بهم الحلوى، وكنبرك عليها حتى هي في الوسط باش كتشد. شفتوا البنات كيفاش كتجي؟ كتجي غزالة وشكيلة رائع، يعني تقدروا تستعملوه البنات في أي مناسبة. صافي البنات غنستمر هكا حتى غنكمل كل شيء إن شاء الله ونرجع معاكم. هانتوما البنات كملت كل شيء. شوفوا البنات درت اللون الأخضر واللون الأحمر، وانتم تقدروا الألوان راها اختيارية، كل واحد يدير اللون اللي يبغى. كيف كتشوفوا البنات كيجيو غزلان ورائعين. دابا غادي ندخلهم الفرن. الفرن البنات تكون نار مهيلة، ضروري تكون نار مهيلة باش ما يتحرقوش، وتكون نار غير من الأسفل باش ما يتحرقوش من الفرن. صافي البنات هنا طابو جبتهم من الفران. هانتوما البنات شوفوا من التحت كيف كيكونوا طايبين محمرين، ولكن من الفوق خاصهم يبقاو محافظين على اللون ديالهم، يعني ما يتبدلش اللون. دابا البنات غادي نديرهم في الكويرتات، لان غندير لهم العسل، يعني ضروري خاصني ندير لهم الكويرتات. وغادي نرش عليهم البنات هاد التل او صقلي او ملون، يعني كيعطي داك البريو من الفوق. هنا البنات عندي العسل، انا غنشدهم غادي نغطسهم على هاد الشكل هكذا. تقدو دهنوهم البنات غير بداك البانسو، يعني ديك الفرشات اللي كندهنو بيها. المهم خاصهم ضروري يتلمعوا بالعسل، واللي بغى تغطسهم كلهم في العسل تقدر تغطسهم في العسل. انا كنفضل نغطسهم هكذا، وملي كنحطهم في الكاريت كيهبط هذاك العسل عليهم، يعني كيتشربوا العسل كامل. غادي نستمر معاهم كلهم البنات بهذا الشكل هكذايا حتى نكمل كل شيء.
انتم البنات ملي كديرهم في الكويختات، انا الكويختات كانوا شويه كبار عليهم لانني ما لقيتش هادو غير اللي كانوا عندي قبل من الحجر الصحي. ها انتم البنات ساليتهم دابا هنا كل شيء، كيجيو روعه، حتى الكاغيط كيعطيهم جماليه. شفتوهم البنات؟ صدقوني البنات كتجي حلوه رائعه، وملي كتحطوها كتعطي جماليه المائده ديالكم. هنا البنات شفتو كيفاش درت لهم هذاك الملون الذهبي، في اللون الذهبي قلت لهم غير دوك الحروف دوك الجنيبات باش عطاهم ديك اللمعه هكذاك. صافي حبيبي كنكونوا هنا سالينا الحلوه ديالنا. كنتمنى انها تعجبكم وتكون انني شرحت لكم بطريقه اللي سهله، وكنتمنى انكم تجربوها البنات. يعني ما غاديش تجربوها العيد الصغير دابا لانه فات، شوفوا تجربوها ان شاء الله في العيد الكبير والعام الجاي ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى لكم كل المتمنيات الجميله ان شاء الله. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، على اللايكات ديالكم، على تعليقكم الجميله. كنشكركم بزاف، واعيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحيحه ولهنا وكل المتمنيات يا ربي. وشكرا لكم حبيبي، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اللي غادي يكون تكملة ديال العجينة اللي درنا. والسلام عليكم حبيبي.